صاحب الجلالة، رئيس الوزراء، أصحاب السعادة وأعضاء الوفود، إنه بالفعل من دواعي سروري أن أعود إلى الرياض، ولا سيما في هذه المناسبة. أعتقد أن أشكر الملك سلمان على استضافته لنا، وأنا شاكر له ولرئيس الوزراء العبادي على دعوتي للمشاركة في إطلاق مجلس التنسيق السعودي العراقي. هذا يؤكد على علاقة وعلى متانة العلاقة بين البلدين، ويشرفني أن أشارك في هذه المناسبة. العلاقة السعودية قوية، مثلها مثل العلاقات الولايات المتحدة مع العراق. من الضروري لهذه العلاقة أن تنمو، وهي ضرورية بالنسبة لعلاقتنا أيضا مع كلا البلدين، وتشجع الولايات المتحدة العلاقات بين البلدين من خلال هذا المجلس. ويسرنا أن نرى أن السعودية والعراق قد اتخذت خطوات هامة من أجل تعزيز هذه العلاقة، كما هو واضح من خلال فتح الحدود العراقية السعودية في أغسطس، وكذلك خط السكك الحديدية بين البلدين. ونأمل أن تكون هذه بداية لسلسلة من الإجراءات الملموسة لتعزيز العلاقة في مجالات متعددة. نحن شاكرون على هذا التقدم، ونحثكم أن تستمروا في بناء هذه العلاقة الهامة من أجل استقرار المنطقة. أقدر أيضا قيادة رئيس الوزراء العبادي للحكومة العراقية. في السنوات الأخيرة رأينا الإنجازات العظيمة للعراق في محاربة داعش، ولا سيما تحرك القوات العسكرية العراقية بصورة سريعة في الحويجة وتل عفر. كذلك بعد ذلك، فإن حاجة العراق إلى إعادة البناء وتعزيز الاستقرار ضروري، وهذا التنسيق هام في قيادة الحرب ضد داعش، ولكنه سيساعد أيضا على إعادة تأهيل المناطق والمباني في المناطق المحررة. والمجلس أيضا سوف يسهم في الإصلاحات وفي تنمية القطاع الخاص، وهذه الإصلاحات ستشجع على الاستثمارات الخارجية في جهود إعادة البناء، وهذا سيكون ضروريا من أجل كسب الحرب التي تم كسبها من خلال التضحيات العسكرية الكبيرة. وهو يؤكد على أهمية وجود اقتصاد قوي ومتنامي في العراق، وبمشاركة من جميع مواطنيه، وهو سيضع الأساس لتعاون مثمر في قضايا أخرى مستقبليا، فيما يستمر العراق والسعودية في بناء العلاقات لصالح البلدين وصالح المنطقة بأكملها. والولايات المتحدة مستعدة لدعم التعاون المستمر بين السعودية والعراق. ومرة أخرى نهنئكم على هذا المجلس وتأسيسه، وشكرا.